حتى يكون فيك صفة من صفات أهل الجنة، هي صفة صفاء القلوب. قال الله سبحانه وتعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل. انزع الغل والحسد والحقد الذي في قلبك، يكون فيك صفة من صفات أهل الجنة وأنت في الدنيا. يقول أحدهم: ما مررت برجل عنده بيت وبناء مشيد إلا ودعوت له بالبركة. أحدنا يمر أمام رجل يبني بيته أو قد أتقن بيته فيقول: ليتني مكانه، فيحسده أو يغبطه أو يقول: لماذا يستطيع هو أن يبني وأنا لا أستطيع أن أبني؟ أدعو له بالبركة. ويقول آخر: ما مررت أمام رجل وما رأيت ورأيت عليه نعمة إلا ودعوت له أن يسخرها في طاعة الله سبحانه وتعالى. ويقول رجل ثالث: ما رأيت رجلا يسير في الطريق مع زوجته إلا ودعوت الله أن يوفق قلبيهما على الخير وأن يعينهما على طاعته. إذا أردت أن تنام ووضعت رأسك على الوسادة فقل: اللهم إني قد سامحت كل من ظلمني وقد عفوت عنه فاعف عني، فإني أقل من أن يعذب إنسان بسببي. إذا رأيت رجلا عاصيا وقد عافاك الله من هذه المعصية فادعو له بالهداية والصلاح. اجعل قلبك سليما للمسلمين حتى تكون ضمن الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم: ونزعنا ما في صدورهم من غل. هذا أمر صعب ولكنه للنفوس الراقية وللعقول الراقية. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.